حلقة جديدة من برنامج اربح مع زين للتجميل، بالتأكيد جنين، دوار البطيخة، الطابق الثالث، إشراف طبي، عيادات متخصصة، وكذلك علاج مضمون، وكذلك أيضا نتائج مكفولة. دائما مع زين للتجميل، كوني جميلة، كوني بالإطلالة الأجمل، علاج لكافة أثار الحروق والعمليات الجراحية، علاج الكلف والنمش، وكذلك أيضا هنالك العديد من البرامج الخصيصة لحماية ورعاية الشعر بالإطلالة الجميلة. مع زين للتجميل ما تنسوا جنين دوار البطيخة، لكل حدا بزور زين للتجميل في سحب أسبوعي على ليرة ذهب إنجليزية، يوميا في سحب على باكج زين لرعاية الشعر بقيمة 800 شيكل يوميا من خلال برنامج اربح مع زين للتجميل. في عنا 5 كوبونات بقيمة 2500 شيكل، خلوكم معنا في مشوارنا اللي ينطلق في كل المدن الفلسطينية. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب هالخليك. شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. جاهز معنا؟ لإيه؟ للمسابقة. خاطب؟ خاطب؟ أوه. ابن طولك. طيب. هاي جائزتك للمدام. إذا بتربح. إن شاء الله. شخصين دفنوا أخوهم مع إنه الميت ما عندوش إخوة، شو بقربوا له؟ أخوهم. شخصين دفنوا أخوهم. طيب. شخصين دفنوا أخوهم مع إنه الميت ما عندوش إخوة، شو بقربوا له؟ شكلك صايم هسه. أنا شكلي صايم. كل أخوهم ما عندوش إخوة. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. شخصين دفنوا أخوهم مع إنه أخوهم ما عندوش إخوة، شو بقربوا له؟ مع زين للتجميل ما تنسوا عنوانكم لكل إطلالة جميلة. يلا. مش عارف. انت بخير. وانت بتسلم ولا يعني بدك تجاوب؟ لا بدنا نجاوب. شخصين دفنوا اخوهم، اخوهم ما عندوش اخوه، مين اللي دفنوا؟ شخصين دفنوا اخوهم واخوهم اخوهم ما عندوش اخوه، مين اللي دفنوا؟ شو بقربوا له؟ واحد، مين، ثلاث، اصبرك علي، صبرك يا جميل. اثنين اخوه دفنوا اخوهم. فادي فادي فادي، كل عام وانت بخير. بخير. نعم. أخبارك؟ تمام. شخصين دفنوا أخوهم وأخوهم تمام ما عندوش أخوة، شو بقربوا له؟ إيهاب، كل عام وأنتم بخير. هذا نفس سؤال محمد الفار صح؟ الفار عبط. اسمع، لو بتربح أنا بديش أربحه. راد أبوهم، راد أمهم. طيب. شخصين دفنوا أخوهم، أخوهم ما عندوش إخوة، شو بقربوا له؟ كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. كيف أجواء رمضان معك؟ الحمد لله. طيب. مع زين للتجميل في جنين دوار البطيخة، مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث، علاجات مضمونة ونتائج عليها الكفالة. شخصين دفنوا أخوهم، أخوهم ما عندوش إخوة، شو بكرهوا؟ بالمية. ما شفته يعني. واربح معي على السريع. هو ماتوا. إيه؟ وبطل إخوته. شو ماتوا يا زلمة؟ عادي. هسه حدا بموت لا سمح الله، بطل أخوي ولا ابن عمي. مراح خلاص انتهى. ولا شو يعني أخو؟ أنا حر. كل عام وأنتم. أنت بخير أحمد. كملين معكم. سؤال كيفة؟ اهلا وسهلا. تعرف علي ايهاب الجيوسم. على اساس مش عارف. كيفك يا ايهاب؟ الله يسعدك يا رب. شو الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. جاهز معنا؟ شو من هو الخالي الوحيد لاولاد عمته؟ تعال تعال ابو محمد، تعال. الخالي الوحيد لاولاد عمتك. اولاد عمتك مين خالهم؟ ابوي. ايه ابوي. طب مالك هيك متردد؟ كل عام بخير وهديتك من زين للتجميل في جنين دوار البطيخة الطابق الثالث. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير والصحة والسلامة. بدك تجاوب على السؤال، جاهز معي؟ جاهز.
من وين حضرتك؟ أنا من نابلس. حياك الله بأهل نابلس جميعاً. الله يخليك يا رب. الفراشة كيف بتتذوق؟ كيف تتذوق؟ تتذوق من خلال إلها مثل الكرون، هي عبارة عن مستشعرات مش من خلال اللسان. بدنا نجيب لك سؤال، سؤال سهل والله العظيم سهل، وأنا معني أنك تربح لأنك اليوم بتلكرم. الله يخليك يا رب. ومع زين للتجميل الكل ربحان وأجواءنا حلوة في كل مدن فلسطين. السؤال بحكي لك، شيء في السماء وليس في الماء. إشي بالسماء. اسمع ترى السؤال هذا هو حرف الصين. وهي جائزتك مقدم من زين للتجميل، كل عام وانت بألف خير. يوميا معنا قسائم ب 2500 شيكل أجمل الأوقات. محبوب الشمال علاء الجلاد فناننا المعروف. أول إشي بدنا نحكي لك كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير والصحة والسلامة. انت مع برنامج اربح مع زين للتجميل، بدي موال لزين للتجميل. الله هيك سريع فجأة. مع نجم الشمال. يلا. شركة زين. زين للتجميل. مركز زين للتجميل. زين ودي الشوق والحان، بعدكم كسر الجنحان والحان. والله لزين انا بغني للحان ولخالد حبيبي يعز الاحباب وقلبي توك بوتوكس ضروري. كل عام وانت بألف خير والصحة والسلامة. ابو محمد انا سؤالي سهل. تمام. مدينة فلسطينية مكونة من أربعة، الأول والثاني إشي مخيف، والثالث والرابع عملة. طبعا ما تنسوا إحنا متابعين وإياكم مع مركز زين للتجميل في جنين. إشي مخيف؟ جن أربع وين جنين. والله طبعا معلوماتك قوية. والله زبطت معي والله. وهي كوبونك مقدم من زين للتجميل، كل عام وانت بألف خير. شكرا لك، كل عام وانت بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. يا ابوي يعطيه العافية. كيفك؟ كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا. من وين حضرتك؟ من طول كرم. حياك الله. جاهز معنا؟ جاهز. اثنين شخصان قاما بدفن اخوهم، تمام؟ ايوه. واخوهم ما عندوش اخوة، شو بقربوا له؟ اخوهم ما عندوش اخوة. مش معنى. يلا ساعدنا شوي. مش في هاي سهلة ولا حدا ساعدنا. اثنين ايش؟ اثنين قاما بدفن اخوهم، اسمعوا هيني جاييكم، واخوهم ما عندوش اخوة، شو بقرب لهم؟ أبوهم. حظنا أوفر. طيب لمتسابق جائزتك معنا قسيمة ب 500 شيكل لليوم من زين للتجميل. شخصين قاما بدفن أخوهم ما عندوش إخوة، شو بقربوا له؟ شخصين قاموا بدفن أخوهم ما عندوش إخوة. أخوهم ما عندوش إخوة. شو بقربوا له؟ شخصين قاموا بدفن أخوهم وأخوهم ما عندوش إخوة. شو بقربوا له؟ أخوهم ما عندوش إخوة. إذن مين؟ شخصين قاموا بدفن أخوهم. أنت حليتها تقريبا، أنت قلت لي أخوهم. نعم. أنا بحكي لك أخوهم ما عندوش إخوة. إذن مين صفى؟ شو بقرب له؟ خواته. هاي قسيمتك من زين للتجميل. نوعا ما حكيت له شو بقرب له. شكرا. كل عام وانتم بخير وبصحة وبسلامة. شكرا. طيب احنا مكملين واياكم مشاهدينا الاعزاء. وين راح عزيزنا؟ كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. شو اخبارك؟ نعم بالله تمام. طيب كيف الاوقات معك؟ منيح. ورمضان معك؟ رمضان كويس. طيب سؤال بدي اسالك اياه. تفضل. اخر كوبون معنا لحلقه اليوم، شيء تحت رجلك، تمام؟ إذا حذفنا أوله أصبح بالفم. أي جائزتك على السريع، أسرع وأسهل. شيء تحت رجلك شلنا حرف منه صار جوا الفم. مع زين للتجميل مشوارنا مكمل وإياكم مشاهدينا الأعزاء. ما تنسوا في جنين دوار البطيخة مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث. كل عام وانتم بخير. إحنا مكملين وإياكم. يعطي العافية باشا. شو أخبارك؟ حبيبنا الله يرضى عليك.
طول كلام. كيف اجواء رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. شيء تحت اجرك تمام، شلنا منه حرف اصبح جوا الفم. لف اللي بس هيك على الكاميرا. وين الكاميرا؟ هي الكاميرا. وين تدور عليها؟ الله يسعدك. مش عارف لا هي زلمه. شيء تحت رجلك شلنا منه حرف اصبح جوا الفم. كل عام وانتم بخير. كملين واياكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه اليوم. على فكره اليوم حلقتنا سهله. مكملين واياكم مشاهدينا الاعزاء لمتسابق جديد. يا اخ ممكن اطلع معك على البرنامج؟ اهلا. كل عام وانتم بخير. اعطيني الجائزه وبعدين بتخرب. سؤالي سهل. شيء تحت رجلك اذا شلت اول حرف اصبح جوا ثمك. جوا. لا هي بلعاب. انت جيت. لا ما انت شايف ليش لعبت النظارات هسه. لا. يلا. عمر. شيء تحت رجلك شلت اول حرف منه اصبح جوا الفم. باي عم عمر. تعال وين رايح؟ جيتك. شيء تحت رجلك شلنا منه اول حرف اصبح اصبح جوا الفم، شو هو؟ اول حرف السن. شو اللي استنى شوي. لا اول حرف بدك تشيل منه صرت لسان. لسان. انت فين؟ لا مش جايبه. جاي؟ طيب كل عام وانتم بخير. صحة. كيف الصحة؟ الله يقويك. شيء تحت الرجل إذا شلنا منه حرف أصبح بالفم، شو هو؟ خلي لغيري. طيب حاج مأمون كيفك؟ كل عام وانت بخير. الله يخليك. الحمد لله. شيء تحت الرجل إذا شلنا منه حرف أصبح بالفم، شو هو؟ مش عارف. لا هي بلعاوي. لا هي. لولو كيفك؟ الحمد لله. وطي لي صوت التلفزيون الراديو. لولو بأي صف؟ بالتمهيدة. بالتمهيدة. بتعرفي شو ألوان علم فلسطين؟ شو هن؟ أخضر. أيوة. وشو كمان؟ أحمر. أحمر. وشو كمان؟ شو؟ طيب هسا بدنا نسأل سؤال لبابا عشان نربح. طلع إيطاليا خارطتها بتشبه شو؟ جزمة. يا عيني عليك. هاي جائزتك مقدمة من زين للتجميل، وهي للولو الحلوة. كل عام وانتم بخير. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أكيد أجمل الأوقات دوما نتمناها لكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء. رغم درجات الحرارة اللي بتعصف بالمنطقة إلا أنه دائما الأوقات دائما جميلة من خلال برنامجنا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. دائما أجمل الأوقات التي نتمناها لكم. مزيد من الجوائز بانتظاركم متابعينا مشاهدينا الأعزاء. ما تنسوا جنين، دوار البطيخة، مجمع فلسطين التجاري الطابق الثالث، وبالتأكيد قسائمنا اليومية بقيمة 2500 شيكل. ما تنسوا كذلك سحب يومي على باكج زين لرعاية الشعر بقيمة 800 شيكل، وسحب أسبوعي على ليرة ذهب دائما راح تكون حاضرة وإياكم.